ايه تقييمك الفني لفرقة الزمالك دلوقتي؟ والله فرقة الزمالك الوقت الحالي أضعف مما كانت الموسم اللي قبل كده. طبعا، لأن الموسم اللي فات كان فيه عمود فقري في نادي الزمالك قوي. العمود ده مش موجود. كان فيه الونش، كان فيه طارق حامد، كان فيه مصطفى محمد، اخبارك السنه اللي قبلها وبن شرقي، وبعدين لا خد بقى على الاطراف، انا بتكلم على عمود الفقري بتاع الزمالك. اللعيبه دي، هل اللعيبه اللي موجوده دلوقتي نفس مستوى اللعيبه اللي مشت دي؟ ما اعتقدش. يعني ما اعتقدش. اللعيبه اللي موجوده دلوقتي محتاجه وقت، وفي نفس الوقت النتيجه، يعني النتيجه هقول لك على حاجه. الولاد الصغيرين اللي طلعوا، اللي ثبتهم ووقفهم على رجليهم، النتائج نادي الزمالك وحصول نادي الزمالك على الدوري والكاس، اللي هم عصام عبد المجيد وسيد نيمار بالظبط ويوسف اسامه نبيه وسيف جعفر وحسام عم مجيد. حسام عم مجيد الثقه اللي خدها، الاجوان اللي جابها بدماغه ادت له ثقه جامده برضه. وانت عارف كويس، وكل لعيبه الكوره عارفه، الثقه دي مهمه جدا للعيب الكوره، طبعا بتفرق كتير جدا. حتى لو انت مهما كنت مهاري والثقه دي راحت منك ممكن ما تشوفش. فعشان اقول لك ان اللعيبه دي استفادت بالنتائج اللي هي الايجابيه اللي حصلت فوقفتهم على رجلهم. دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي النتائج عكسيه، فالنتائج العكسيه بتاثر بالسلب وبتاخد منهم، لكن الثقه بتروح منهم. بس فهو ده الفرق، ان 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 اللعيبه اللي مشيت كان لعيبه دوليه، لعيبه تقيله، يعني اللعيب واحد منهم لما بيغيب بتحس بفرق في الملعب. لما يبقوا متواجدين مفيش فرقه كانت بتقف. طب ايه الغلط اللي حصل يا كابتن محمد؟ يعني هل انت في رايك ان اللعيبه الصغيره اللي كانت لعبت دور مهم جدا في ان الزمالك يفوز بالدوري في الموسم الماضي، كان لازم يبداوا الموسم ده؟ كان لازم ان هم يتم مكافئتهم، ان انتوا اللعيبه الجداد اللي داخله عليكم لازم ياخدوا وقتهم عقبال ما هل تم الاستعجال في الدفع بالصفقات الجديده فحرقهم قدام الجمهور؟ صح. صح، دي مهمه جدا وده صح. ان كان لازم، انا انت اصلا لما بتيجي تجيب لعيب من بره، يعني يقول لك مثلا امتى تشركه وامتى التايم اللي انت تديله فيه عشان ياخد الثقه، عشان يبقى ايه، عارف، في وقت ما يبقاش الفرقه خسرانه، ما يبقاش الفرقه متعادله وعايز تكسب، ما ينفعش تبقى كسبان تدي الراجل ثقه، حتى لو غلط الناس هتستحمله. واخد بالك ازاي؟ فكان لازم الناس اللي فنشت، وعشان كده انا في نفس الوقت انا بكلمك دلوقتي على الزمالك الجديد دلوقتي برضو، ان هو يعني عارف عايز ينفذ اللي في دماغه وفي اسرع وقت، والوقت ضيق والماتشات متلاحقه. اخضر حضرتك. فالمشكله دي يعني ما قبلها ان هو يعني مش عارف اقول لك يعني ايه، عايز ينفذ اللي في دماغه، بس اللعيبه مصر عموما بصفه عامه اللعيبه عايزه محتاجه وقت عشان تفهم وعشان تستوعب. ما بتفهمش، وبعدين انت لما تديهم جمل مركبه وتعليمات مركبه بيتوه عارف انت لما تفضل تكلم لعيب وتقول له 1 2 3 4 5 6 اللعيب بيتعب بيتوه منك. هيفضل يهزلك دماغه كده وهو في الاخر مش فاهم حاجه. فكان يجب برضو على المدير الفني ان هو يبتدي ما عند ما يدرج بالظبط مناعه عنه المدير الفني فيريرا، واخد بالك؟ فكان لازم يبتدي من هنا وبعدين يبتدي ينفذ ايه الاسلوب اللي هو عايزه وفي الوقت اللي هو برضو شايفه، لغايه ما يبتدي يحفظ اللعيبه، يبتدي خلاص بقى هم دول. اللي انا هو الاول المدير الفني مشكلته ان الراجل مسك منتخبات، فاللي بيمسك منتخبات انت انا جبت ميدو
عشان ينفذ لي ميدو، لقيت ميدو ما نفذش الهدف اللي انا عايزه، فممكن اغير ميدو واجيب محمد حلمي. ممكن محمد حلمي برضه ما نفذش، ممكن اغير محمد حلمي ويجيب واحد تالت اللي هو ماشي اوسع يعني. عنده الاختيارات كبيره. لكن في نادي الزمالك هم دول اللي موجودين. وبعدين لسوء حظ الراجل ان هو جه الفرقه اللي كانت بتلعب السنه اللي فاتت معظمها اتعورت. اتضلت في اصابات، عدد اصابات كثيره كتير. فبدا ومش عارف الجديد مين. يعني وما شافش كويس برضو يعني ايه ماتشات كتير. وبعدين جه في وقت سريع ودخل بسرعه. يعني انت نصيحتك ليه غير يعني انت دلوقتي انت شفت الزمالك لعب تحت خطته 4-5 ماتشات، لعب كام ماتش؟ 5. لعب ماتش المقاولين كان تعادل، كان لسه جاي بقاله يومين، ولعب ماتش سيراميكا، وبعد كده لعب بروكسي، وبعد كده لعب الاسماعيلي، والماتش اللي فات اسوان. 5 ماتشات. يعني بعد 5 ماتشات ايه نصيحه الكابتن محمد حلمي لاسوريو المدير الفني نادي الزمالك؟ هو انا شايف ان اخر مباراه لعبها مباراه مش وحشه، مباراه كويسه. ماتش اسوان اللعيبه كانت اخف، كان مساحه رؤيه عندها اوسع. كانوا بيلاقوا بعض كويس. فده اعتقد ان الماتش ده من افضل ماتشات للزمالك يعني لعبه. والراجل طالما هو دخل في مرحله يعني اللي هو التطوير والهدف اللي هو عايزه، خلاص ما ينفعش يرجع تاني، ما ينفعش غير طريقه تانية. خلاص ما ينفعش. خلاص اللعيبه يعني هتستعيب معاه وهتستوجب هتستوعب يعني فاعتقد يعني ان يفضل مكمل بنفس الاسلوب واللعيبه تشرب اكيد هو محتاجين وقت فقط لغير يعني. في راي حضرتك اهم المراكز اللي محتاجها الزمالك للتدعيم في الموسم الجديد؟ محتاج سيرد باك، محتاج باك رايت. اعتقد الباك ليفت فيه مشكله بعد اصابه فتوح وعبد الله جمعه وعبد الشافي. عبد الشافي طبعا ربنا يشفيه. واعتقد محتاجين اللاعب محور في نص الملعب 6 لعيب كويس. وطبعا محتاجين الفيرويد ومحتاجين البصين فرقه. لا يعني مش ما انا هقول لك الناس اللي هي اصلا ايه اللي مشيت هتلاقي كده، هتلاقي يعني اوباما مشي، بن شرقي، طارق حامد، خد بالك.